مبلغ مليح بإذن الله تعالى. هو طاحوا ب 653 مليون، اكتبوا الشيفر هذا 653 مليون، زيدوا لها المبلغ اللي راهو عند خالتها 189 مليون، زيدوا لها المبلغ تاع اليوم اللي جمعناه سواء هنا في أكاديمية التحدي والإبداع ولا عين جاسر 177 مليون، زيدي لها 80 مليون، زيدي لها 34 مليون. اعطينا التوتال مليار و133 مليون. الحمد لله رب العالمين. قد اعطيوا لي التوتال، اكتبيه اون شيفر. خلاص هذا هو مبلغ، انا متاكد من الغد. ها كيفاه؟ لا، هذا المبلغ الاجمالي الذي تم جمعه لغايه اللحظه، يعني نقدا راهو محطوط دراهم، هو مليار و133 مليون. يعني الحمد لله رب العالمين. احنا غدوه عندنا شويه ويز، عندنا امور تاع الذهب ان شاء الله درك نبيعوهم باذن الله تعالى. والمبلغ كاين ناس الخير، كاين ناس بومرداس، كاين بجايهم جايين غدوه، لانه احنا ماذا بينا نلموا اكثر من مليار و200 نتيجه لعده معطيات. لانه الوضع تاع سونيا باش نخبركم هو انه ما تقدرش تروح في طائره عاديه، لازم طائره خاصه، كما نقولوا احنا طائره طبيه. الطائره الطبيه درنا اتصالات من اعلى مستوى، ما تهبطش تحت 24 ألف اورو، يعني القيمه تاعها تقريبا 500 مليون. هذا راح يدير لنا واحد المشكل هكذا. ما كلش راح نخبركم بالشيء هذا، ولكن لازم نقولوا الكلام هذا، لانه الناس كيقولوا لحقنا المليار و133، يعني كملنا، مازال ما كملناش، لانه درك احنا ال 100 وال 200 مليون هاي متبرع. احنا باش نزيد نحطكم في الصوره، المبلغ الذي تم جمعه لغايه اللحظه هو مليار و133 مليون. هذا اللي راهو كاين، واكيد مليار و133 مليون. ها يعني اسمعوا مليح، مليار و133 مليون. وباذن الله انا متاكد من الغدوه ان شاء الله راح يحقق مليار ونص. انا عن بالي راح يلحق المليار ونص. احنا واش نطلبوا من ربي سبحانه؟ ان شاء الله ييسر الامور، وان شاء الله اختنا سوني يعطيها ربي القدره، وان شاء الله قدره التحمل، ويطولها ربي في عمرها ان شاء الله. لانه صدقوني احنا درك الدراهم اللي قلت لكم ماهوش اشكال، هو المشكل انه سونيا كيما نقولوا احنا تتحدى الجسم تاعها، يتحدى المشكل هذا تاع المرض هذا، وتروح على خير وتروح على خير.